هذا وتتواصل أعمال المنتدى 17 للأمن الإقليمي حوار الملامة 2021 وسط مشاركة دولية واسعة تمت مناقشة من خلالها عددا من المسائل الملحة على الصعيد الإقليمي والدولي. هذا وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن واشنطن مستمرة في تعزيز الأمن في المنطقة ودعم مصالحها ومصالح دول المنطقة ضد أي تهديد محتمل. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من أعمال المنتدى في جلسة حملت عنوان سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الدفاعية في الشرق الأوسط، كما يتضمن المنتدى في يومه الثاني جلسات أخرى بعنوان الخليج وآسيا وأيضا الدبلوماسية والردع. من جانبه أكد الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية أهمية المنتدى لمناقشة الصراعات والنزاعات التي تواجه المنطقة والوصول إلى حلول وآليات مناسبة لهذه القضايا. ويعكس المنتدى دور مملكة البحرين في تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين الأمم والثقافات والحضارات والحرص على تسوية الصراعات بالطرق الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن الإقليمي والعالمي. ينعقد حوار المنامة في نسخته 17 هذا العام في فترة مليئة بالأحداث والاستحقاقات المصيرية في المنطقة، وهذا المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية للمشاركة في هذا المنتدى لمناقشة العديد من القضايا التي تخص التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما النزاعات والصراعات القائمة، النزاعات في المنطقة، مرورا بالأمن الإقليمي، مرورا بالشراكات الأمنية والعسكرية والآليات الأمثل لمواجهة هذه التحديات. منتدى حوار المنامة عبر السنين رسخ مكانته كمنصة مهمة إقليميا لتبادل الأفكار وتبادل الرؤى فيما يتعلق بمواجهة هذه التحديات. ونعتز في وزارة الخارجية بمملكة البحرين بالشراكة القائمة مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بتنظيم هذا المنتدى على مدى 17 عاما الماضية.